Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des particularités de cette 12e édition du Marathon international de Casablanca? Écoutez, la première particularité que je souhaiterais citer et avec beaucoup, beaucoup de fierté, c'est d'abord le haut patronage de Sa Majesté, Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Donc cette année, Inch'Allah Rahman Rahim, nous allons aborder cette édition avec cette responsabilité d'honorer ce haut patronage. Concernant le circuit, l'année dernière, il y a eu beaucoup d'échos très favorables quant au choix qui a été fait. Et donc cette année, nous reconduisons exactement la même chose. Alors la nouveauté cette année pour nous et également, c'est de pouvoir aussi donner la possibilité à des jeunes, Inch'Allah, coureurs en herbe, c'est de pouvoir réserver une plage horaire dans le week-end sportif, le 5 et le 6, pour les jeunes le samedi matin, Inch'Allah. Combien de top runners est-ce qu'il y aura cette année? Alors, nous visons à peu près une vingtaine. Bien entendu, j'insiste sur un point, c'est vrai que nous souhaitons améliorer la performance, mais n'oublions pas que c'est d'abord un marathon de ville, de la ville de Casablanca. Donc pour nous, c'est d'abord, on vise d'abord la participation de tous les amateurs de cette discipline, mais également de pouvoir améliorer. Donc aujourd'hui, on a essayé de réserver la part de Lyon aux athlètes marocains internationaux en proposant des avantages également pour qu'ils puissent se retrouver et pouvoir trouver le marathon de Casablanca attractif à l'instar de ce qui se passe dans les marathons internationaux. الجديد بالنسبة للنسخة 12 في الماراثون الدولي لمدينة الدار البيضاء هو أنه فيها اعتراف بنجاح النسخ السابقة من خلال نيل الثقة ديال صاحب الجلالة. لهذه السنة هذه عندنا الرعاية السامية اللي وجهها صاحب الجلالة لهذا السباق ديال الدار البيضاء. إذن هذا اعتراف أولا بالنجاح ديال السنة الماضية وبتطور ديال هذا سميتو، لأن مشاركة ديال الجامعة الملكية بالنسبة لسميتو المشاركة ديال مجلس العمالة، مشاركة ديال يعني جميع الفاعلين في المجال الرياضي، استطعنا أننا نطور النسخة اللي كانت كدار في الأول. وخلال السنة الماضية كما قلت كانت عندنا فيها الابليكاسيون اللي من خلالها المواطن كيتابع في سمارتفون ديالو المسار والمتسابقين كيتسابقوا من البداية حتى النهاية. فيها كذلك أنه كيمكن لي يتسجل أونلاين، كيدير يعني جميع الإجراءات كيديرها مباشرة عبر الإنترنت، يعني باش نسهلوا عليه حتى سميتو في إطار كنقولوا بالدار البيضاء مدينة ذكية. إذا هذه من بين الوسائل اللي كتخلي شوية اليسر وسهولة العيش بالنسبة للمواطن. وكاين هذه السنه كذلك ان كوتش اللي غادي يكون في القريه النموذجيه اللي كيواكب المتسابقين خلال هذه المده الفاصله من هنا حتى لبدايه السباق، واللي غادي يواكبهم باش ياهلهم يكونوا في يعني في منافسات مع طبعا ابطال دوليين اللي جايين من كينيا من اثيوبيا من كذا. كنتمنوا ان مغاربه ان شاء الله شي مغربي يجي يحقق لنا الفوز في هذه السنه هذه. يعني في النسخ اللي فاتت كنا شفنا بان كاين يعني دي بروبليم في لورغانيزاسيون من ناحيه يعني لا كورس كتكون خدامه والسيركيلاسيون لا. يعني كان مشكل في الرافيتايم عاوتاني ديال لي بوان دو، كان مشكل في الديستريبيوسيون ديال لي بري. واش انا قلت لك بانه كاين تطور؟ هذا الشيء فعلا كاين تحديات واكراهات وقعت في نسخ، ولكن من بعد بمساعدة ديال السلطات الأمنية نجحنا في السنة الماضية في أننا يعني هاد العراقيل ولا المعيقات اللي كانت والتحديات جوزناها، والحمد لله دابا كاين حضور أمني اللي هو كيساهم في التوعية ديال المواطن. حنا ماشي كنتكلموا فيه بالشكل يعني اللي فيه الزجر، ولكن واحد الشكل اللي هو تحسيسي، واحد الشكل اللي فيه توجيهي، ومن هنا كنوجهوا النداء للمواطنين باش هذاك النهار يتخلوا على السيارات ديالهم، ماشي غير هذاك المزري. حنا هذاك اليوم الاحد 5 اكتوبر بغينا المواطنين يجيو ينفسوا على راسهم، كيدوزوا الستريس ديال سنوات ولا السنه كلها والايام كلها ديال السنه وهما كيعانيو، هذيك فرصه باش يتخلى على السياره ديالو ويجي يجري شويه مع واحد 4000 واحد ولا 5000 واحد، اكيد في وسط من هذيك لافور كيولي عنده واحد الشعور اخر وكيفرغ وكيعيش واحد يعني واحد الحاله نفسيه اخرى اللي يمكن من خلالها يواكب العمل ديالو في المستقبل ويكون هذاك الشيء عنده يعني الحياه ديالو.
ديالو تكون سعيده ان شاء الله. تسنيني يعني ممكن تحدث لنا على يعني لو كوتي تكنيك ديال هاد ليديسيون لا 12 ايديسيون ديال الماراثون، شكون هما لي طوبرونور اللي غيكونوا، يعني واش نقدروا نتوقعوا بان رقم قياسي يقدر يتحقق في هاد النسخه هادي؟ في الحق المستجدات اللي كاينه هاد السنه هذه هو اون افونسي ان بو لا دات ديال الماراثون، ستادير لو 6 اكتوبر او ليو دو ديرنيي ويكاند ديال مو دوكتوبر بور دو ريزون. La première, c'est que l'année dernière, on a eu des problèmes, surtout les conditions climatiques. Comme vous pouvez le voir, on a eu des problèmes de l'eau froide. Et la deuxième, c'est qu'on a avancé un quart d'heure, c'est-à-dire 7h30 au lieu de 8h moins quart, pour qu'on a aidé les athlètes, les top runners, les jeunes. هاد العام هنا parmi les objectifs اللي لقيناه هو ديال لي ليفر ديال الماراثون، سيتادير اون في دي كونطرا افيك 3 ليفر اللي غادي يجروا لنا لو بلاطو ديال لي ماراثونيان. عندنا لو فانكور ديال الماراثون ديال الرباط، وكذلك عندنا دي اتليت ماروكان انترناسيونال اللي حققوا دي بيرفورمانس هاد العام ديال 2h10 2h11 اللي غادي يكونوا بلو موتيفي باش انهم نلقاو ان بلاطو ونلقاو ان بوديوم ماروكان. بالنسبه لي دام عندنا سود كلبوشيا كي رياليزي 2:29 اون شين هاد العام هذا، وهي هو رقم جيد جدا اللي parmi les objectifs اللي لقينا هاد السنه هذه اللي برنجناها هاد السنه هذه هو لا ماس، بغينا انه نديباسيو لو ريكور لو بروميير ريكور هو ديال لي بارتيسيبون، وكتبقى الى لقينا هذيك لا بيرفورمانس ديال دو باتر 2h12 لان هذا الباركور هذا سي بور لا دوزيام ايديسيون، يلا كان العام اللي فات وهذا العام لاريفي دون لو ستاد كومبلكس محمد 5 الى 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 جراو لي اتليت موان دو 2h12 سي ان افور لو كوميتي دورغانيزاسيون.